ورجعنا لكم بعد الفاصل. وعشان صحتنا أهم حاجة في الدنيا، لازم نهتم بالمية اللي بنشربها علشان تكون صحية، عشان مش أي حاجة ينفع نحطها تضر صحتنا. وعشان كده النهاردة معانا ضيوفنا الأعزاء، أستاذ الكيميائي دكتور عماد عشماوي، رئيس قسم التصنيع ومعالجة كيميائية، أستاذة ندى محمد إدارة التسويق والمبيعات، وطبعا الباشمهندس محمد حلمي محمد رئيس مجلس الاداره لتوكيل بيوريتي اكتف. اهلا بحضرتك، منورنا. الميه شيء مهم جدا في حياتنا. اكيد طبعا. عايزه اعرف قصه بيوريتي اكتف. هي بيوريتي اكتف، الاول انا بشكركم على الاستضافه الجميله دي حضرتك بصراحه. منورنا، ويا رب يكون لنا كده دور النهارده فعال كده، ونقدر نوصل يعني المعلومه بطريقه مبسطه للمشاهد يعني. تمام. بيوريتي اكتف هي قصتها بسيطه خالص. احنا حبينا نعمل حاجه كده صحيه للناس، تجمع كل حاجه تخص صحه الانسان. بداناها بمعالجه الميه او فلاتر الميه، وبعد كده ضمينا معانا انشطه تانية مختلفه. اسم بيوريتي اكتف احنا مزجنا ما بين الصحه والكمان النشاط التوعوي اللي هو اللي يخص صحتنا احنا ذات نفسنا، اللي احنا نخلي ازاي صحتنا نستغلها بطريقه نشطه. فاخترنا بيوريتي اكتيف اللي هو النقاء والنشاط في نفس الوقت. تمام. اللي هو النقاء بيجيب نشاط. النشاط تمام كده. كانت قصتنا في البدايه طبعا احنا عايزين ازاي نوصل للناس. كان الموضوع طبعا بدايه اللي هي الميه اللي هي اساس حياتنا كلها، فيها نسبه تلوث كبيره جدا والكلام دوت. فازاي احنا نقدر نوصل نعمل توعيه فكريه صحيه سليمه، نعرف الناس ثقافه الميه. احنا كنا دايما بنتريق على الاجنبي اللي هو بيمشي بازازه ميه في الشارع والكلام دوت، واللي احنا كان الاول ازاي انا امشي بازازه ميه في الشارع وانا لا، الموضوع فعلا مهم جدا. 60% من الجسم تقريبا ميه ولا 70%؟ 70%. مظبوط. أيوة. كده تمام. كمان اكتشفنا ان شرب الميه بيجي عن طريق اللي انت تشوف الميه قدامك فتشربي. يعني ممكن انسان اصلا الميه لو مش قدامه يسهى اصلا لو يشرب، يعني ممكن يقعد اليوم كله ما يشربش ميه خالص. فعلا ال3 لتر اللي الجسم محتاجهم في اليوم او ال4 لتر زي ما الناس كتير جدا دلوقتي بقى عندهم حصوات على الحالب بسبب قله الميه اللي بيشربها. تمام. فكان ده المصدر او السورس بتاعنا اللي نقدر نشتغل بيه مع الناس. نشأة الشركة بدأت مع حضرتك، إن حضرتك اللي أنشأت الشركة في الأول. ده صحيح، ده صحيح. تمام. من قد إيه؟ إيه، من 2008. من 2008. طب أستاذة ندى، حضرتك دورك إيه بقى في الشركة؟ أنا دور التسويق ومبيعات، مسؤولة عن المبيعات والتسويق. بعرف الناس إيه الأفضل ليهم. طبعاً كل شخص بناخده منه عينة على حسب هو بيشتكي من إيه. احنا مش بنبيع بس كده وخلاص، مش منك انت محتاجه فلتر، لا ده انت كمان لو بتشتكي من حاجه معينه فاحنا بناخده منك عينه، نشوفه انت ايه الفلتر المناسب ليكي، ايه الفلتر اللي هيفيدك وهيعالج المشكله اللي عندك. تمام. فبيجي لك العميل يقول لك انا مش عارف ايه اللي يناسبني، انا عايز فلتر ومش عارف بقى انا هعمل ايه. بالظبط كده. فحضرتك اللي بترشحي لي في اللي بيشتكي من حصوات على الكلى، في اللي بيشتكي من اميبا، اي حاجه طبعا بخصوص الميه، فاحنا بناخده منه عينه ونشوفه ايه افضل فلتر او ايه افضل حاجه عندنا ان يعني احنا نقدمها له. نوع الفلتر بيتحدد على حسب عينه الميه. طبعا. يعني مش اي فلتر اروح السوبر ماركت او اي محل فلاتر اشتري الفلتر او السباك يجي يركبه وخلاص. ده الموضوع احنا اللي مختلف عندنا عن اي شركه ثانيه. احنا بنميز شركتنا بكده فعلا. ده شيء هايل جدا، لان الموضوع كده فعلا اللي هو على حسب نوع الميه انا هركب المناسب ليا. بالظبط كده. طب هايل جدا. طيب دكتور عماد، حضرتك دورك ايه بقى في البيوريتي اكتف؟ احنا الدور بتاعنا تصنيع شويه. تصنيع. لان احنا بنهتم بالكواليتي بشكل عام، لان معالجه الميه شيء اساسي ان احنا نهتم. دي حاجه بتخش جسم البني ادم، فاحنا لازم نهتم بكل تفصيله صغيره. دي حاجات بتاع العلاج فوق جريد، ان احنا نهتم. ما ينفعش حاجات تكون فيه ريسايكل في الماتيريال نفسها اللي بنصنع منها، الخامات اللي احنا بنستخدمها، عشان خاطر ان هي دي حاجه تعدي عليها ميه تخش جسم الانسان. بنهتم بتفاصيل كل حاجه.
حتى البلاستيكات اللي هي كجسم للكور حتى للفلتريشن نفسه. البلاستيكات بنهتم ان هي بنحافظ قوي ان هي ما تكونش جايه من مواد ريسايكل. بنسعى ان احنا ندخل جهات بحثيه بحيث ان هي تبدا برضو يبقى في مونترنج برضو على الموضوع وان احنا نتابع الموضوع بشكل كويس ونختار افضل مواد نقدر ندخلها في الشغل. المواد صناعه مصريه؟ المواد صناعه مصريه. في اجزاء بسيطه نضطر ان احنا نستوردها لان هي ما بتصنعش في مصر لان هو جهاز البيئه مانع لحاجات مثلا زي الفحم. ما ينفعش نصنع هنا في مصر. تمام. ولا بيتعمل له عمليه تنشيط في مصر. فاحنا نضطر نجيبه مثلا هو منشط من بره عشان خاطر احنا نبدا نشتغل عليه. لكن بقيه الماتيريال احنا عندنا شركات بلاستيك ضخمه في مصر فبنقدر نستغل الجزئيه دي ان احنا نشغل البلد. احنا بنقلل نسبيا نزيف الدولارات اللي بتحصل. ده بالزبط. توجيه للدوله اساسا. ده شيء عظيم على فكره يعني فكره بالزبط. ان المنتج يبقى صناعه مصريه دي حاجه تشرف. دي حاجه وان احنا نطلعه بكواليتي عالميه. بالظبط بالظبط دي حاجه تشرف حاجه كويسه جدا. احنا ناخد كمان بالمنتج ايسو ونسجله كمان عالميا ان احنا كمان نتصدره كمان بره مصر. طب سؤال يعني بيطرح نفسه الصيانه يعني فرضا ان انا جبت الفلتر وبعد فتره حسيت ان انا مثلا عندي مشكله معاه هل عندكم صيانه ما بعد البيع بقى؟ الفكره بقى مش في صيانه ما بعد البيع. احنا عندنا الصيانه دي هي اخطر حاجه يعني بتواجه العميل. بالظبط ممكن حد يجي يصلحه يبوظه اصلا. مش يبوظه بس ولو انت كمان نسيتي ميعاد شمعك فدي كارثه. انت في بكتيريا بتتكون بعد مده معينه من تركيب الشمع. وده هدفنا بقى اللي احنا ايه بنقول بقى الكلام لكل شمعه لكل شمعه ليها اكسباير ليها صلاحيه بتاعتها. تمام. الصلاحيه بتاعتها دي لو هي عدتها الفلتر مش احنا دايما كتير من الناس تروج اشعه كتيره جدا للفلاتر الميه اللي موجوده مضره جدا بالصحه والكلام ده كله. الكلام ده مظبوط مظبوط في حاله واحده لو انا فعلا اهملت ميعاد تغيير الشمعه. لو انا فعلا مفيش حد بيتابع لي المنتج محدش بيجي يعقمه لي بالطريقه المثاليه. تمام. الفلتر في الحالات ديت بيبقى مضر وبيبقى المنتوج الناتج بتاعه بيبقى سلبي كمان اكتر من الاول. يعني ميه الحنفيه ممكن تكون افضل من ميه الفلتر كمان لو انا ما غيرتش الشمعه بتاعتها في ميعادها. طبعا عشان انا اسف هقاطع حضرتك بس حلو. احنا معانا دلوقتي حد كان ليه تجربه مع بيوريتي اكتيف. تمام. في مكالمه. الو الو. الاتصال اتقطع. طيب معلش انا اصلا نرجع تاني مفيش اي مشكله. طيب فدايما احنا بنبقى حريصين كل الحرص اللي احنا يعني نعرف العميل بتاعنا اللي هو لازم يغير الشمعه بتاعته في الميعاد بتاعه المظبوط ويحاول دايما اللي هو ياخد لو حتى مش عايزنا احنا نعمله صيانه او كده اللي هو لازم يشتري المنتج المعتمد. بالزبط. المنتج اللي معروف مصدره ايه مش مجهول المصدر. تمام. وده طبعا الحاجات اللي واجهتنا كتيره جدا بصراحه في الشركه في بدايتنا اللي احنا كنا ازاي نبني الثقه اللي بيننا وبين العميل. ممكن استاذه ندى بقى توضح لك احنا ازاي قدرنا نوصل الثقه ديت للعميل عملنا ايه والكلام ده. تمام. انا هرجع للاستاذه ندى بس انا عايزه دلوقتي دكتور عماد يعمل لنا تجربه على الهواء يورينا ازاي بيوريتي اكتيف بيعمل فرق. طيب احنا المفروض بس المشكله كلها في موضوع الفلتريشن بشكل عام او شغل الفلتره. تمام. الناس كلها في كل البيوت حتى عندها تشويش شويه. مش عارفه تميز ما بين ايه الحاجه الكويسه ايه الحاجه الوحشه. عندهم منتجات مختلفه جدا. تمام. كل الناس بتقول نفس الكلام يعني ما فيش حد بيقول ان حاجه وحشه او حاجه كويسه. اسعار متفاوته بشكل كبير جدا. بالظبط. التفاوت اللي بيحصل دوت العميل نفسه مش عارف ايه الموضوع ده او دي حاجه بالنسبه لهم هو معلش انا هوريكم حاجه مثلا. ايوه. قطعه مثلا زي دي. تمام. قطعه زي دي ده حاجه بتخش بعد فيها ميه بتخش جسمنا. المكون الاساسي اللي بيعالج الميه فيها ده مكون داخلي. اللي بره ده كله ده جسم خارجي. تمام. الجسم الخارجي ده انا مش عارف ايه اللي جوه. بالظبط. اللي جوه دوت ايا كان هو ايه ما اعرفش. فبيبقى فيه الماتيريال بقى اللي جوه دي فيها اختلاف كبير جدا. في كواليتي حسب ايه اللي انا حاطه جوه. بالظبط. اللي حاطه جوه ده ماتيريال فعليا بتعالج الميه ولا ماتيريال يوزد قبل كده كمان. طيب حضرتك دلوقتي هتعمل لنا تجربه. احنا نقدر بس دلوقتي انا يعني حاجه بس عايز اوصلها للناس في البيت ان هو يعرف ازاي يعني وظيفه قطعه مثلا من ضمن القطع اللي موجوده في الفلتر ان هي بتشيل الكلورين اللي موجود في الميه. تمام. الكلور اللي هو بيتضاف عشان خاطر ان هو يعقم الخطوط بتاعه المواسير والميه نفسها. دي عشان حاجه مدفونه بقى لها سنين فلازم ان انا اعمل لها تعقيم للمكون اللي جوه. فاحنا هنشوف بس ازاي ان انا اقدر ان انا بشوف فعليا المنتج اللي عندي فعال يقدر يشيل الكلور ولا ما يقدرش يشيل الكلور. تمام. فبحاجه بسيطه بس ان هي
يعني مش متوفره في البيوت. دي كانت ميه حنفيه. تمام. ودي ميه مفلتره. تمام. احنا عايزين نوصل للناس ان في تيست ممكن يتعمل حاجه بسيطه وتبقى متداوله وسلسه، وممكن ان احنا نوفرها للناس في البيوت في باكس. ده اللي احنا هنوفره فعلا الايام اللي جايه، هيبقى كل واحد ممكن يعمل العينه او يجي ياخدها مننا حتى. دي ازاي ان انا يعمل العينه في البيت عشان يتاكد؟ دي عينه احنا احنا هنوفرها فعلا تتباع للمستهلك. يعني الماده دي تبقى ماده كيميائيه بتتفاعل بس مع كلورين، مجرد ما يكون في كلورين انا بس مجرد ما احط منها نقطه او نقطتين. دي عشان ما فيهاش كلورين اللون ما بتديش معنى لون. اوكي. دي مجرد بس. هو مجرد ظهر الحنفيه بتاعتنا. كل ما تكون نسبه الكلورين عاليه كل ما اللون درجه اللون دي بتبدا تغمق معايا وتزيد. فدي ميه معموله. فده فعليا لو الفلتر قدر يشيل الكلورين او قدر يشيل الكلور اللي موجود في الميه فاللون ما اتغيرش. مش هيبقى مش هيبقى في لون موجود سنة. لكن لو حطيت القطعه الميه عدت من الفلتر ما فيهاش اي ما اثرتش ما عالجتش الميه فعليا. هايل. وقتها هقدر بسهوله قوي ان انا اعرف الفلتر اللي عندي فعال ولا مش فعال لدرجه حتى بنقطه معينه بس حتى اللي والبوينت برضه اللي احنا كنا بنتكلم فيه برضه هم ليه بيحطوا كلور في الميه؟ بالظبط. احنا برضه الناس يعني مثلا هم عايزين يضرونا او الكلام ده، احنا قلنا طبعا هم بيحطوا كلور علشان خاطر يعملوا عمليه تعقيم للشبكات اللي هي القديمه او المتهالكه او البكتيريا اللي موجوده في الميه. بس عشان خاطر الكلور ده يتعمل له الفلتريشن او يتشال من الميه تاني او فاهم كده، محتاج يعني تكلفه كبيره جدا. اكيد اكيد. فهو الفلتر اللي عندنا المصغر ده احنا بنحاول نعالج ما تم اضافته في الميه. فده التست ده هيبقى بسيط خالص، والتست ده احنا هنوفره كمان لاي حد ممكن يعني يجي ياخده من الشركه عادي خالص ويقدر يختبره في الميه ويقدر يميز ما بين الشمعه اللي هي مجهوله المصدر وهل الشمعه دي فعلا نشطه معايا ابتدت تشيل الكلور زيرو زي ما احنا شفنا كده زيرو خالص. النتيجه هايله بصراحه. دكتور عماد برضو ممكن يقول لنا برضو اضرار الكلور كمان على جسمنا ايه؟ هو ماشي الكلور ده طبعا هو عقم الميه وشال منها البكتيريا وكده، طب هو بيخش الجسم بقى بيعمل ايه برضو؟ هو بيأذي اكيد الجسم، وهو بيبقى ليه نسب معينه المفروض ما يتخطاهاش في الميه. يعني عالميا ومنظمه الصحه العالميه المفروض ان نسبه الكلور اللي تبقى موجوده في الميه لا تتخطى ال 1 ملي جرام في اللتر، مثلا ل 1 دي بي ام. دي بعد كده مش يعني تحت الرقم ده التاثير مش هيبقى قوي. بس انا مضطر ان انا احط ارقام اكبر من كده كتير في الشبكات عشان خاطر ان انا اقدر اعقم اطوال وكبيره جدا، بتكلم في عشرات الكيلومترات. هايل جدا. لمسافات طويله. ف وقتها بيجي لي كلور بنسب عاليه شويه. اكيد. فلما يجي كلور بنسب عاليه شويه لا دي بتاذي الجسم فعليا وبتاذي الاعضاء، ودي ماده غاز الكلور حتى يعتبر غاز سام، وهو اصلا الكلورين بيتصنع من غاز الكلور، فدي بتاذي اعضائنا وتبدا تعمل حالات تسمم في بعض الاوقات. فلازم تتشال في النقطه، هو وجوده ضروري ضروري قبل ما يوصل لي. بالظبط. بس مجرد ان هو وصل لي قبل ما اشرب لازم يفضل ان هي مش موجوده. بالظبط. ده كمان بيعمل تشوهات كمان للجنين كمان. انا كنت لسه هسال ان هل الحامل ليها نوع فلتر معين تستخدمه طبعاً. او حاجه؟ طبعا لازم. وكبار السن؟ وكبار السن. طيب لازم احنا قلنا على حسب الفلتر اللي بيناسب الشقه المرضيه. تمام. وعملنا كمان حاجه كده لطيفه، هل في تحاليل معينه المفروض ان يعني الشخص نفسه اللي كمان اصلا هو عنده مشكله مرضيه؟ يعني احنا برضو عندنا الثقافه الصحيه قليله شويه في تمام. بلدنا للاسف مع الناس التوعيه قليله شويه، فدايما اللي بيجي لنا هو مريض او عنده شقه معينه، قليل جدا او 10% و20% اللي بيجي هو خايف على صحته. خايف يحصل ايه؟ دايما هو اوريدي اتاذى. هو اوريدي اتأذى جاي دايما، لا اما عنده حصوه، عنده ابيبه، عنده حصوات على الحالب، عنده ميكروب سبحي، ميكروب حلزوني، فكل الكلام ده كله هو بيبقى جاي. احنا عملنا ايه بقى علشان خاطر نوصل الثقه للعميل بينا او نعرفه احنا بنعمل ايه؟ ممكن موضوع التسويق او الموضوع طريقه البيع ديت، كانت استاذه ندى هي ليها افكار في الموضوع ده بصراحه، كانت فعاله جدا وقدرت توصل للعميل احنا عايزين نعمل معاك ايه؟ احنا مش عايزين نبيع لك فلتر وخلاص. هي ممكن برضو تشرح الجزئيه ده، هتكون افضل مني فيها بصراحه. طبعا احنا في الاول مرينا بصعوبه جدا في التعامل مع الناس عامه، اولا بسبب عدم الوعي الصحي، مفيش وعي صحي، مفيش وعي بمعنى فلتر اصلا، فلتر ده يعني ايه او بيعمل لي ايه في حياتي. فبدانا ان احنا نعمل دروس توعيه للناس، نوصل لهم مفهوم الوعي الصحي ايه والمفهوم بتاع الفلتر ايه اصلا، عشان خاطر نعرف نتعامل معاهم بالنظام بتاعنا احنا.
وبسبب كثرة الشركات في ال بالظبط شركات كتير الناس اتشتتت وبقى في عدم ثقة كمان بالظبط فدي كانت صعوبة جامدة جدا فاحنا بقينا نعمل ميزة مش هتلاقيها اصلا مش هتبقى موجودة في اي مكان تاني ميزنا نفسنا بحاجة كويسة ان احنا بندي العميل الفلتر تجربة لمدة 30 يوم مجانا هل العميل بيحصل على كارنيه تأمين صحي؟ فعلاً بيحصل على ده بقى اللي هو ايه يعني ده ما بعد البيع بقى اللي احنا تمام جايبين معانا نتيجة احنا عملنا ايه مع العميل عملنا له الفلتر تجربة لمدة 30 يوم مجانا تمام هو كان جاي بيشتكي من شكوى مرضية فالشكوى المرضية ديت هو لو جاب الفلتر معاه نتيجة فعالة فاحنا كده نجحنا معاه ويبقى كده اشترى الفلتر تمام يبقى كده هو اشترى الفلتر باقتناع اللي هو فعلا لا الفلتر بتاعكم فعال طب خدمة ما بعد البيع بقى كمان الشمعات بقى يعني احنا مش الفلتر بس لا احنا كمان بقينا ندي شمعات تجربه لمده 3 ايام مجانا يعني انت بتشوفي الفرق ما بين الشمع اللي عندك في البيت والشمع ده طب انا مش حاسه بفرق او حاسه ان انا مش عاجبني اصلا فخلاص انت بتستردي فلوسك تاني وبتاخدي وبناخده منك الشمعات وتشوفي لو عايزه حاجه اعلى عايزه اللي انت كنتي بتستخدميه مفيش مشكله بس بنعرفك الفرق ما بين الشمع بتاع بيورتي والشمع العادي اللي موجود في السوق واضح ان الشركه فيها اهداف كتير لتغيير السلوكيات الغلط الموجوده دلوقتي في مجتمعنا وكمان انا سمعت ان ليكوا انشطه فنيه ده انشطه فنيه وتربويه حاجه تيمة قوي طب ممكن حضرتك تكلمنا عنها اكتر شويه اول حاجه احنا اشتغلنا طبعا معانا الناس ترينر بصراحه شغالين معانا دكتوره علم نفس استاذه ايمان فتحي دي دكتوره علم نفس بصراحه شغاله معانا بدور فعال جدا بننزل بنعمل توعيه سلوكيه لتربيه الاطفال والاولاد يعني اللي احنا نعرف ازاي نخليهم اللي هم عندهم عدوانيه والاباء والامهات ما بيعرفوش يتعاملوا مع اولادهم والكلام دوت ده كان دور بصراحه احنا كنا حابينه ندخله في الانشطه بتاعت الشركه الدور الثاني اللي احنا طبعا زي ما قلنا اي عميل بيجي لنا هو عنده اصلا مشكله زبقنا مرضيه فتعاقدنا مع شركات تعاقدات عناية صحية متكاملة اللي هي كمان بنطلع للعميل كارنيه تأمين صحي بنرعاه رعاية كاملة لمدة عام هايل جدا تمام بيبقى على مستوى الجمهورية بيخش مستشفيات معامل صيدليات بيحصل على خصم من 10% ل 50% تمام ده شيء جميل قوي حاجة كده اللي احنا بنشارك احنا معانا دلوقتي صور موجودة على الشاشة هتطلع دلوقتي عايزة حضرتك تعلق لنا عليها تالي الصورة دي واضحة دي ده طبعا كان وقت ما احنا بنسلم طبعا الكارنيهات الطبية وكانت الناس طبعا ده كان احتفال مبسوطة جدا حلو تمام. جدا وموضوع بصراحة كان فعال جدا مع الناس ده طبعا التيم طبعا اللي معانا هناك في الشركة في المخر ودي كل ده برضو التيم هناك في المخر طبعا كل ده بننزل تمام احنا كمان كنا عاملين كمان كنا عاملين كمان في حملة الرعاية الصحية المتكاملة كنا كمان جايبين يوم لطبيب بيكشف برضو على الناس برضو كحاجة برضو اللي هو وبنعملهم كمان تحليل انزيمات كبد وظائف كل الكلام ده برضو اللي هي وظائف الكبد كاملة بنعرف هم عندهم ايه المشاكل حتى ممكن حد يكتشف لو عنده مشكلة من غير ما هو يكون عارف اصلا تمام طيب احنا برضو عملنا في الانشطة بتاعتنا زي ما انت قلت كده حاجات فنية اشتغلنا فيها احنا عندنا فرقة صغيرة كده بنحاول نأسس فيها معانا برضو مدرب شاطر جدا اسمه عبد الباعث ده كان في فرقة التذوق الشعبي تمام او فرقة الفنون الشعبية زي فرقة رضا كده هوت شغالين على ان هم ذوي احتياجات خاصة بناخد الناس بنحاول دلوقتي حاليا بنحاول نأسس المدرسة ديت احنا كنا نفسنا طبعا نجيبهم معانا كده معانا فرقه كده صغننه ان شاء الله باذن الله يعني وان شاء الله باذن الله نقدمهم في مهرجان قريب احنا اشتغلنا معاهم بصراحه ولقيناهم فعاليين جدا معانا احنا برضو بنقول دلوقتي من البرنامج بتاعكم برضو لو اي حد عنده حد ذوي قدرات خاصه اعاقه ذهنيه احنا برضو ما فيش مشكله خالص احنا بنقبله طبعا معانا وبندربه بنطلع كل مكانكم في اسكندريه مكاننا في اسكندريه تمام فين في اسكندريه 387 طريق الحريه مصطفى كامل تمام وطبعا المصنع بتاعنا موجود في العمرية اسكندرية مكتوبة عندنا ده مظبوط يا فندم مظبوط تمام وممكن اي حد هيبقى عنده موهبة سواء
من زاوية من أولادنا مش شرط يكون عنده موهبة. احنا بنشتغل معاهم خالص احنا بنشتغل معاهم من البداية خالص. تمام تمام. احنا لو فعلا كان الوقت كان يسمح او كده احنا طبعا في ظل الكورونا كده كان نفسنا ان احنا نيجي حتى اكيد احنا بنحاول احنا نبتدي بيهم يعني هم اصلا بنات وشباب بصراحه موجودين من زمان ومدرب عبد الباسط معاهم من زمان ساميه جدا وبجد يعني بنشكر حضرتك عليها. ربنا يخليك يا رب. احنا في نهايه فقرتنا فانا عايزه يعني نوجه كلمه للجمهور استاذه ندى ممكن حضرتك تقول لنا حاجه كده بالنسبه لبيوريتي اكتف يعني نصيحه مثلا لازم قبل ما تختار اي فلتر لازم تعرف هو مصدره ايه موثوق منه ولا لا مش مشكله من عندنا عند اي حد بس اهم حاجه تكون حاجه موثوق منها اقدر اشرب منها واشرب اولادي وانا مطمنه. ودكتور عماد هو بس انتظرونا بس قريب ان شاء الله يبقى في حاجات توعويه بشكل قوي ازاي ان احنا نعرف نميز ما بين كواليتي والتانيه ونعرف ان بلدنا بتنتج حاجه كويسه جدا وقيمه جدا وهي اسواق عالميه وهنشوف الكلام ده بشكل عملي وفعال وبحاجات بسيطه نقدر في البيت نعرف الناس ازاي يختبروا المنتج اللي عندهم. انتوا نورتونا وفي نهايه فقرتنا للاسف الفقره خلصت بسرعه جدا كان فيها معلومات مفيده جدا انتظرونا الخميس الجاي ان شاء الله مع برنامج نص الطريق.